نستهلها من ولاية وهران، حيث عبر عشرات المواطنين بالولاية عن غضبهم واستيائهم الشديد من التأخر الفادح لمشروع مجمع الخليج، والتي أبرمت عقود بيع سكناته لأكثر من 3 سنوات وأخرى إلى 7 سنوات من طرف شركة عقارية. المكتتبون سددوا مصاريف العقود ومبلغ السكنات، ولم يتم لحد الآن تعديل عقود البيع وإكمال إنجاز المشروع وتسليمهم المفاتيح. سارة فرندير صدت التالي. المشكلة تاعنا هو التأخر الفادح والتماطل في تسليم المفاتيح، وهذا منذ نهاية 2012 راه عندنا هنايا المشكلة تاعنا، وراه في الأجل تاعنا نرمو 3 سنوات ندو مفاتيح. راكم تشوفوا هنايا البروجي راه حابس، ما كان حتى واحد. احنا رانا في 7 سنين رانا قاعدين نقارعوا، مازال ما عطاناش حقنا، مازال ما عطاناش سكاني، وهذه الخطره قالوا لنا باللي في ديسمبر تدوا سكاني تاعكم. في ديسمبر هذا جيت عندهم نهار الخميس لول البارح، شقات لي قالت لي باللي راه هضر معاكم ساي سي بون، قال لكم باللي دون 18 موا تدوا. حمبك شوفي هذه دون 18 موا هذه ها دافعين لها لا توتاليتي. شوفي ورانا كاريين، وان بليس دو سا رانا خاصو في لاكناب، تخيلي باللي كاريه وتخلصي لاكناب وراكي مخلصه لا توتاليتي. رانا في 7 سنين، 7 سنين انا بنتي، انا نهار اللي جيت هنايا كانت ترضع، دروك شراهي راهي دروك تقرا، راهي تقرا في البريمير. هيا حامبوك هذه حاله هذه. انايا البروبليم تاعي انا راه بايع لي سكنه في 3 بريمير ايطاج في الايلو 13، وراه بايع حال هذا سي مسيو بالقايد بالقاسم، راه بايع حنا، راه عطينا لا ميم اتيساسيون دي ريزرفاسيون. حنا نطلب تدخل سياده الوالي ويفتح تحقيق في هذا. انا باغي نفهمه، انا بايع حالي ب 740، هو بايع حاله مليار و80، باغي نفهمه وصافوار بالك راهم كاع الجماعه بالك راه عاطيهم لي ميم اتيساسيون دي ريزرفاسيون. ماذا بينا كاع يشوفوا لي زاتيساسيون تاعهم. حنا نطلب تدخل الوالي ونطلب تدخل السلطات العليا، رانا محقورين، رانا في 10 موا مازال راه الشونتي ابوندون. لا يزال عشرات المواطنين ينتظرون استلام سكناتهم بمجمع الخليج لأكثر من 7 سنوات، والتي دفعوا أموالا طائلة وصلت إلى مليار سنتيم. وحاولنا التقرب من مسؤول الشركة والمكلفين بالمشروع، ولكن فوجئنا بتهربهم. فرندي سارة، ولاية وهران. يعاني تلاميذ قرية بوحجيب في شلف من مشاكل عديدة على غرار قطعهم لأزيد من 60 كيلومتر للالتحاق بمقاعد الدراسة، إضافة إلى انعدام التدفئة وخطر الأسقف الآيرة للسقوط. التفاصيل مع رشيد مشورب وورد أقشيش. 80 كيلومتر هي المسافة التي يقطعها أطفال قرية بوحجيب ولاية شلف للالتحاق بمقاعد الدراسة في ظروف أقل ما يقال عنها أنها كارثية. باش نقول لكم هادو ناس هنا والله ما عايشين، كيما يقول لك سا اكزيست برك، ما اكزيستو ومش عايشين. شوفوا هنايا الاساتذه فان راهم يخلصوا، ركبه ما كاش، ترونسبور ما كاش، الدراري هنايا فقر ما تقدرش تصوروا في حياتك. يعني مدرسه منش عارف لا منسيه، مش عارف بالك مش في الجزائر، بالك الدراري اللي زي دابا تشوف يمشوا بالك يمشوا 4 كيلومتر الصباح، يخرجوا 7 تاع الصباح يقول لك يلحقوا حنا 8:30، ما تقدرش تدخل الطفل انت تقول له علاش جيت روطار. في اي وقت اللي يجي يدخل ولا الشغل المهم الى هذه المدرسه هذه، ما عندناش تسمى كيما يقولوا انسان اللي يضرب عليها ولا عنده اختصاص في اي حاجه، ما عندناش. ارضيه مهترئه، اسقف ايله للسقوط وانعدام التدفئه، هي حاله الاقسام التي يتمدرس فيها هؤلاء التلاميذ. معاناة كامل اللي في المدارس الأخرى ماشي كيما هذه. نبداو بالتدفئة في الشتاء، يعني تقدر تقول 5 درجات تحت الصفر، والتلميذ يعني يدرس ما كان لا تدفئة لا شوفاج لا يا. ونطلب من السلطات إعادة النظر وإعادة النظر والنظر إذا أمكن في هذه المؤسسة لأنها مهجورة. يوفروا للتلاميذ، إحنا بحار علينا، وفروا لهذو التلاميذ مساكين المرافق والظروف الحسنة باش التلميذ ينجم يبدا يجي يقرا. تلاميذ أنهكهم الفقر، لكنهم يصارعون مرارة التعليم لعلهم يحظون بغد أفضل.